فهو الفيديوهات متفق عليهم من قبل ياسمين ووسام، انا وجنى عم نكبر مع بعض. مرحب واهلا وسهلا بفيديو جديد لليوم. الفيديو الجديد اليوم بيحكي عن موضوعين كثير مختلفين، يمكن قراب من بعض عاد ما انتم كتبتوا لي بالكومنتات وبعتوا لي على الانستغرام شو رايك باللي عم يصير مع ياسمين ووسام، وبالايام معقول تصير انت وجنى نفس الشيء. حبيت احكي عن نقطتين مهمين وهي نقطه وسام وياسمين ونقطتي انا وجنى. فإذا كنتوا جداد صلوا على النبي ووصلوا هذا الفيديو قد ما بتقدروا من اللايكات، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، بحبكم من كل قلبي. الانستغرام تحت بالوصف الكل اللي روح يضيفني عليه، وحتى التيك توك كمان. حنحكي كتير بسرعة والفيديو منه طويل كتير، فلا تنسى تحط لايك، زر حط لايك وزدتوا لنا على الاندرو. متابعين العزيزين، مثل ما تعودتوا علي انه ما اطلع واحكي بهيك مواضيع، بس اضطريت عاد ما وصلني رسائل وكومنتات منكم انه انت وجنى ممكن تصيروا مثل ياسمين ووسام. فحبلش اول نقطة وهي ياسمين ووسام. ياسمين ووسام هن فريق فافا نابولي، كانوا عم يشتغلوا مع بعض لفترة طويلة، فجأة بالمختصر المفيد وصلوا لمحطة او لمرحلة ما عاد يقدروا يكفوا مع بعض. طب ليش وكيف وليش ووين وكذا؟ وسام انسان عملي، يعني بقولوا عنه لئيم او بقولوا لا، هو انسان عملي، كانسان هو ادارة شغل، بيشتغل بيصمم فيديوهات، هو صاحب القناة الاساسي، فهو له حرية التصرف باي شيء. بس بدنا نحكي عن نقطتين مهمات، وهي انه في هاي الصورة اللي بتتعرض قدامكم هي تحدي الاغاني اللي عمله وسام على قناته، وهي الصورة بتلاقوا ياسمين تيكت، بتلاقوا الخلفية اللي وراها نفس نوع البرادي اللي مصورين فيه هذا الفيديو. البرادي بهذا الفيديو هن بيت وسام، وبنفس الوقت ياسمين مصورة هذا الفيديو وراها هدول البرادي كمان عن بيت وسام. بس مع ذلك ومع العلم انه ياسمين طلعت وقالت انه هي انتقلت لغير منطقة او لغير بلد، وصورت الفيديو هنيك وغيرت كلمة السر والى اخره، وهذا الموضوع صار له اسبوعين. فاكيد هذا الفيديو او هاي الصورة اللي عم تنعرض هلا قدامكم مباشرة هي مصورة ببيتها لياسمين، وبهي الصورة فبيته لوسام. فهو الفيديوهات متفق عليهم من قبل ياسمين ووسام. يعني فإذا أنا ناخذ فرضية أنه ياسمين تيكت عن جد الموضوع هذا عم يصير معها، فهي بيكون انتهى عقدها مع فافا نابولي، فاضطرت أنه تطلع وتقوي قناة تانية، لأن قناتها ما شاء الله خلال 24 ساعة أو 48 ساعة وصلت لأكثر من 400 ألف مشترك. طبعا وبحياته وسام ما طلع وحكى على بنت فصلة من فريقه، مثل ما شفنا من قبل لما ما طلع وحكى عن حلا، او ما طلع وحكى عن عفراء، فيعني في الموضوع لخبط كثير. فما حنطول كثير عليكم الموضوع، هذا الموضوع مختصر، هو مركب من ياسمين وسام. ياسمين انتهى عقده مع فافا نابولي، فوسام حب يجازيه ويدعمه بطريقه غير مباشره على قناته، والقناتين بالنهايه رح يصفوا لياسمين، وهذا الموضوع تاكدوا مني 100%. وهلا رح ننتقل للنقطه الثانيه وهي نقطتي انا وجنى. انا وجنى ناس غير تماما فافا نابولي او ياسمين وسام. هدلوكي في صاحب قناة وبنت عم تشتغل معه، أما أنا وجنى هاي قناة لإلنا نص بالنص إلي وإله، وهذا الشيء مو بس يعني متاح قدامكم، لا لا، هذا شيء واقع، يعني نحن عم نشتغل على هذا الأساس، إنه أنا وجنى عم نشتغل على هذا الأساس، إنه هاي القناة إلي وإله، عم نشتغل ومنكبرها مع بعض، ما هو إنه أنا بدي أكبر أو هي تكبر أو الإدارة أو الفافا نابولي أو القناة، لا، أنا وجنى عم نكبر مع بعض. طبعا بنوصل لنقطة معينة انه نحن بجوز نختلف، بجوز نتفرق، بجوز ما يجمعنا القدر بالفيديوهات الجاي، بس هذا الشيء ما بيمنع انه نحن ما نضل اصحاب ونتذكر احلى الايام اللي ضلت مع بعض. كل العالم بتعرف انه المسلسلات بتنتهي ببعض الحلقات، فنحن هلا بالحلقة الأولى انا وجنى، فأكيد لسه بدنا 29 حلقة لينتهي الشغل بيناتنا، مش 29 حلقة 29 مقطع، لا لا أبدا، انه ما قصدنا لسه على الوقت قدامنا كثير ليوم من الأيام بنجي نتوقف أنا وجنى، وما زال نحن مبسوطين مع بعض بالشغل، فمستحيل نحن نتفرق عن بعض او نبطل نشتغل مع بعض. بس حبيت اطلع اوضح هذا الامر، بتشكركم كثير، بتشكر كل واحد تفهمني بهذا الموضوع، انا ما طلعت مشان اجيب مشاهدات على هذا الموضوع ابدا نهائيا، انا طلعت مشان اجيب اشتراكات، فاشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس، حطوا لنا لايك وانستغرامي تحت بالوصف وباول تعليق، بحبكم كل قلبي، كان معكم محمد بفيديوهات جديده ان شاء الله قريبه، انتظرونا، احبكم.